شكرا ليكي. طبعا نوبات الهلع للناس اللي سمعنا، ايه نوبات الهلع دي؟ يعني دي نوبة كده بتيجي للواحد، بتستمر يعني 10 دقايق او ماكسيمم يعني ربع ساعة. بتحس ان انت هتموت في النوبة دي لما بتحصل، يعني هي بتبقى خوف شديد جدا، وتلاقي ضربات قلبك تبقى سريعة، وتلاقي نفسك دايخ، وساعات عينك بتزغلل، وايديك كمان تنمل، وتحس ان انت هتفقد التحكم في نفسك، وتحس ان انت هتموت او هتتجنن، يعني في حاجة غلط كبيرة هتحصل. طبعا انت لما واحد بيبقى قاعد كده وفجأة يجي له كل الاعراض دي، يقول لك لا، فيها اكيد في حاجة فيها غلط، يعني قلبي مش متظبط، مخي مش متظبط، هرموناتي مش يعني. فنبدأ يروح للدكاترة، والدكاترة ما بتسمع الاعراض، في عنده رفرفة في القلب تيجي فجأة، فيبدأ يعمل له رسم قلب بالمونيتور اللي هو هولتر مونيتور، ويبدأ يعمل له زي ما هي قالت كده الغدة الدرقية، ولازم، وفي ناس لما تبقى شاكة قوي ان في مشكلة يعمل أشعة مقطعية، وفي الآخر يلاقي كل حاجة عضوية كويسة. ففي الآخر التشخيص بيبقى نوبات الهلع. نوبات الهلع دي علاجها حاجتين: الحاجة الأولانية لازم ازاي الطبيب اللي بتتعالجي معاه يعلمك، أو المعالج النفسي ازاي هتعامل معاها. هل مثلا في مثلا تمارين التنفس بتساعد فيها جامد جدا، في تمارين اللي هي اليقظة اللي كنت المايندفولنس، لو تتعلمي جزء منها هتساعد برضو. ازاي تعملي تشتيت لأفكارك، يعني لما تيجي الموضوع ده ازاي تلهي نفسك في حاجه تانية. يعني هي خلاص انت هتقولي لنفسك بص، طيب خلاص ال10 دقائق اللي جايين دول قلبي هيسرع فيهم جامد، هحس ان انا دايخه، وتبداي تكلمي نفسك بطريقه ايجابيه، طمني نفسك، بصي ما فيش، انت اللي هتموتي ولا حاجه، ولا هتدوخي ولا هتجنني، ولا ده معناه ان انت عندك سرطان في المخ ولا عندك جلطه في القلب، انت كويسه لان انت عملتي التحاليل كلها وكلها طلعت سليمه. فحته ان انت تطمني نفسك دي مهمه. ساعات في ناس بتعمل حاجه، بيسجل لنفسه رساله على الموبايل ولا على التسجيل ولا على التليفون ولا او على يعني على الكمبيوتر، يبقى متسجله عنده، يعني يطمن نفسه، يكلم نفسه كده: بص انت اللي عندك ده اسمه نوبات هلع، دي مش معناها ان انت عندك جلطه في القلب ولا هارت اتاك ولا حاجه، ومش معناها ان في حاجه في الغده الدرقيه وانت عملت كل التحاليل، والنوبه دي بتيجي 10 دقائق وتختفي. ويسمع التسجيل ده على الموبايل يهديه اول لما تيجي النوبه. anyway، التمارين اللي انا عمال اقولها ورا بعض دي، المعالج النفسي بقى هو لما بتقعدي معاه هيبدأ يشوف ايه التمارين اللي تنفع للموضوع ده، وانت دوري على معالج نفسي يكون عنده دراية بالعلاج المعرفي السلوكي، تاني العلاج اللي هو السي بي تي او كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، مش العلاج. انا عامل شير دلوقتي فوق للعلاج السلوكي الجدلي، مش ده اللي هو للحالة دي، انت عاوزة علاج معرفي سلوكي، فهتدوري على معالج نفسي بيعمل علاج معرفي سلوكي، تقعدي قولي له انا عندي نوبات هلع، علمني طرق ازاي اتعامل معاها لما تيجي. حلو، ده جزء من العلاج. في جزء تاني بقى دوائي، ان انا ممكن اخد ادويه للقلق، لما باخدها هي هتقلل، بدل ما النوبه بتيجي مره كل يوم هتيجي مره كل شهر، فانا الادويه دي بتحاول تقلل عدد المرات اللي هتيجي فيها النوبه. رقم 3 في العلاج، انا لازم صحتي عامة نفسيا وعضويا تتحسن، يعني لازم رياضة بقى، والنوم والاكل يبقى اكل صحي، وممكن ابقى محتاج شوية فيتامينات اخدها، وممكن يعني بلاقي اصدقاء، والحياة الروحية تبقى كويسة. الكلام ده كله بيخلي برضو نسبة او عدد النوبات انها تتكرر تقل. ندخل، يبقى انت بص انت بتقولي ادويه، في ناس بتبقى محتاجه الدواء، فلازم هنجرب الدواء، ولازم اهم حاجه علاج معرفي سلوكي عشان يظبط ازاي تتعاملي مع النوبات دي لما تحصل، ولازم صحتك عامه ككل تتحسن عشان نسبه مش انت بتسمعي العقل السليم في الجسم السليم، فاحنا جزء من العقل ده هو بيتحكم في النفس الانسانيه، فانا عشان اخلي النفس تبقى حلوه لازم العقل يبقى حلو، عشان العقل يبقى حلو لازم الجسم يبقى كويس، وعشان الجسم يبقى كويس محتاج بقى، لازم نقرا يعني ايه اكل صحي، لازم نقرا يعني ايه رياضه، لازم نقرا يعني ايه نوم صحي، لازم نعمل الحاجات دي كلها. شكرا لك.